فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: أيهما أفضل، الإكثار من تلاوة القرآن أو الإكثار من ذكر الله عز وجل؟ الذكر المحدد في وقت مثل بعد الصلوات، مثل في الصباح والمساء، هذا أفضل، الاتيان به أفضل من قراءة القرآن، لأن القرآن له وقت آخر، أما هذا الذكر يفوت عن وقته المحدد له، عن وقته المحدد له. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.